نشهد الله والتاريخ بأننا لن ننسى ولن نرضى فلسطين 1948 قصتي هي قضية فلسطينية، هاي قصات الأمة العربية. احتلو ارضي هذول النازية، عتراب ارضي بدهم دولة صهيونية. قتلو الناس بطريقة همجية، فكرو راح نسكت بتفجير وعملية. حكام العرب خيمتهم طبيعية، بيقضوا نهارهم ومسهرة للصبحية. بيحكوا عن حالهم دعاء للحرية، واحنا عارفين انها اكبر مسرحية. قصص السلام طلعت خرافية، هون الطفل شاب حمل بندقية. مشينا في الشارع لفينا الكوفية، وطلعوا الشباب بدل واحد مية. حكينا بنشكل انتفاضة فلسطينية، ما حدا فينا بهاب المنية. واحنا منخاف غير من رب البرية، وطلعنا عن قدس جندي وجندية عشان ندمر دولة صهيونية. ندينا هدفنا حرية حرية، بندافع عن أرضنا. وبيحكوا عنا إرهابية، قالوا متشدد كل عنصرية، قالوا متطرف دولة إرهابية. لو الحرية إرهاب إذا كلنا إرهابية. انتوا ما بتعرفوا شو يعني وطنية، يعني حباب قلبي نسبة 100%. كل يوم بنحلم بعرس الحرية، بس العرب نايمين ونسيوا القضية. بنعمل أكثر مما عمل صدام، ما حدا بفيدنا والعرب كلهم نيام. لأن كل عرب نقضي هرحة واستثمام، بيشوف الأمور بيسمع كلام المدام. على الوضع سكين كأنهم أصنام، مفكرين إحنا بنعمل شي حرام. بندافع عن أرضنا وهذا شغل الإسلام. صحيح هاي أغنية حكي وكلام، بس بدافع عن أرضي وهالإجرام. ومهما قدم الزمن لاحق قدام، فلسطين هي من ركل المقام. احنا مش فارقة معنا لو نزيروا حكام. الصغير معدو مسدس وللناس الحزام، كبيرنا ايده عزل وسلاح الكلام. كل فلسطيني عنا بده انتقام، وايده فيها حجر وجه مغطى بالقدام. مهما طال الزمن ما رح ندعو للسلام. ما رح